ألم تقع وزارة الكهرباء هذا العام ككل عام في مطب الخطة الوقودية؟ يعني ست الكريم، انتم اشرتوا الى مشاريع الربط الكهربائي اللي هي استكمالا، اكو هنالك بعد مشاريع الربط مع الخليج وايضا مشاريع الربط مع السعوديه، لكن بلحاظ انه المطب الذي تمر به وزاره الكهرباء كل سنه هو انحسار اطلاقات الغاز المورد لصالح المحطات. ست الكريم، اليوم الحكومه والوزاره مضت بخطوات استراتيجيه ومعالجات حقيقيه جاده لتدعيم ملف الطاقه. لما اقول ملف الطاقة يعني سواء غاز او نفط او كهرباء، لصالح ان اضغط النفقات التشغيلية وصيرورة ملف الكهرباء. بذلك مضت الحكومة بتوقيع اتفاقيات استراتيجية ومذكرات تفاهم مع سيمنز، ومضت مع جي اي، وهذا لا يعني غلق الباب امام الشركات الاخرى. هنالك كم عمل مع الشركات التركية، مع الشركات الصينية، مع الشركات الايرانية، وايضا شركات اخرى تعمل بالعراق. لكن اليوم بمساء الحكومه مضت الى ضغط النفقات التشغيليه العاليه لصالح ملف الكهرباء قباله انشاء بنى تحتيه تواكب الطلب. هسه هذا العمل كله، الاتفاقيات ادرجت على موازنات عام 2023، بمجرد ما ان تقر الموازنه تتحول هذه المذكرات الى عقود موقعه وهنالك عمل على الارض. السقوف الزمنيه لانجاز هذه المشاريع منها ما سيكون خلال سنة، منها ما سيكون خلال سنتين، ومنها ما سيكون 3 سنوات. أهم ما طرحته الاتفاقيات وأهم خطوات الحكومة الماضية بقوة هو استغلال حقول الغاز المحترق، وما يعني تشغيل محطات الكهرباء على الغاز الوطني بدلا من احتراقه، ومن ثم الحد من الكتلة النقدية التي تخرج خارج البلد لقاء هذا الغاز المورد. أستاذ تقول لي للصيف راح نعالجون موضوع الكهرباء بالصيف. أستاذ أحمد احنا مضينا بخطتين، واحدة سريعة وآنية استهدفت ذروة الأحمال الصيفية، وطينا التزام أمام الحكومة أن ستكون الكهرباء جاهزة لمعدل إنتاج 24,000 ميجاوات. بحساباتنا الفنية سيقدم ساعات تجهيز جيدة، لكن هذا بلحاظ انه حاجتنا الى الخطة الوقودية. لابد من توفر خطة وقودية. ان انحسرت اطلاقات الغاز نعم سنمر بمشكلة. على هذا الاساس بعد عندنا الخطوات الاخرى لاكمال مشاريع الربط الكهربائي وانشاء محطات الطاقة الشمسية ماضية بذات التوجه.